تعمل رز معمر مع السمنه البلدي. هذيك تجيب الزرع كده مع الاكل كده. الله بص كده هو ده بقى الرز اللي احنا بنطلعه. انت شايفين؟ بص 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 شايفين اللبن والسمنه. الله 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 على الريحه، الله على الريحه، الله على الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه هو ذكر الله وصلاه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ونروح نبدا الحكايه الحلوه مع السمنه البلدي والرز بتاع الارياف، الحبايه العريضه طبعا. جبنا صينيه، غسلنا الرز، صفناه من الميه، حطناه في الصينيه، وحطينا السمنه البلدي معلقه اتنين تلاته حاجه زي السمنه البلدي طبعا. مش عايزه كلام، ايام زمان وليالي زمان والايام الحلوه، ايام الخير موجود يا جماعه. بس الناس اللي مكسله اعملوا اطبخوا في البيوت، ربوا الطيور، اخبزوا، كل حاجه موجوده. بس لازم يكون فيه نيه وفيه نشاط وفيه شجاعه كده، نشجع بعضنا. هنا السمنه البلدي لها دور مهم جدا في الرز المعمر. معلقه ونص ملح مع السمنه على الرز ونقلب كده اهو، لما كله يبقى مع بعضه واللبن كله مع بعضه. شايفين اهو حطينا اللبن، اما لبن جاموسي او لبن بقري، حلو قوي. كل ده هيتقلب مع بعضه كده والرز، ونظبط المقدار. شايفين جو الارياف، الجو الرائع. طبعا لو عندنا حمام بقى وبنعمل رز معمر بالحمام ده شكل تاني، ولكن الرز اللي بيتعمل بالشكل ده عامة اسمه رز ايه؟ رز معمر. بنعمله في صينية، بنعمله في طاجن البرام يعني، لو حضراتكم في الارياف تعرفوا الكلام ده. طيب هنا بقى جو الريف بنقول فيه ايه؟ بنقول فيه لازم نخبز يا جماعة العيش بتاعنا على ايدينا، ونربط يرمى على ايدينا، ونرجع للايام الحلوة. لو مفيش غاز في قش وحطب، في حاجات تانية، في اساليب تانية بنعملوها كده، وبنطلع النار وبنشتغل في الفرن بتاع الطين حاجة زي الفل. مفيش احلى ولا اجمل من الايام دي. من خلال الفيديو ده هنرجع الايام الجميلة بتاعت زمان. لو انت بتحب الايام دي وعايزها ترجع، قول رأيك في التعليقات وحط لنا لايك، وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة عشان تشوفوا اجمل فيديوهات. عملنا المقادير بتاعتنا وحطينا الصينية في الفرن بعد ما ولعناه وسخن تمام. نولع فوق وتحت طبعا، وبنسيبه شوية لما ياخد اللون او الوش بتاعه يظهر بقى، الوش بتاع الرز المعمر يظهر في الصينية. شايفين بقى؟ لو حضرتك عندك سطح فوق ايا كان بلدك بقى واي مكان ساكن فيه، اعمل المشروع ده اهو. رب طيور صغيرة هتطلع معاك كبير، هتلاقي بيض، هتلاقي تذبح وتاكل بدل ما تروح تشتري بالغالي من بره. شوية عليقة وشوية حاجات في بيتك، شوية مية يعني، شوية ادوية، هتعمل طيورك في بيتك وتاكل احلى اكل في بيتك، ما فيهاش كلام. شجع معايا الموضوع ده وحط لايك للفيديو كده، خلي الناس كلها تستعين بالله كده، وتبدأ زي زمان نعمل اكلنا في بيوتنا ونربي حاجتنا بايدينا. ما فيش احلى ولا اجمل من كده. عايزين نرجع شبابنا تاني وصحتنا تاني، ونرجع الايام الجميله الحلوه. شايفين التطور والجمال في الاكل؟ الله الله على الجمال وعلى الحلاوه. تعالوا نشوف عمل. وهو ده بقى الرز المعمر بتاع الفلاحين، والعيشه الحلوه، والجو الجميل، والجو الرائع. انتهى الرز المعمر بشكل كويس، ده الشكل اللي انا عايزه بقى. بص كده معايا اهو، لما يبقى بتعمل رز معمر مع السمنه البلدي. هذيك تجيب الزرع كده مع الاكل كده. الله بص كده هو ده بقى الرز اللي احنا بنطلعه. انت شايفين؟ بص 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 شايفين اللبن والسمنه. الله 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 على الريحه، الله على الريحه، الله على الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عجبكم الرز المعمر؟ عشان تشوفوا فيديوهات زي كده ان شاء الله باذن الله، اشتركوا معنا في القناه وتوصلوا ذكر الله وصلاه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. حطوا لايك للفيديو اهم حاجه. يلا اشوفكم على خير، اشوفكم على خير يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.